بسم الله الرحمن الرحيم، معك محمد قضام، موقع تقني بالعدد. اليوم معنا نظرة مبسطة على تطبيق البي بي ام في نظام الاندرويد. طبعا بما ان تطبيق صدر اليوم لجوجل بلاي، لكن للاسف انه في منطقتنا غير متاح، لذلك استطعنا ان ناخذ النسخة المسربة من التطبيق. زي ما تشوفين هذه النسخة المسربة من التطبيق راح تكون نفسها النسخة الرسمية، ما راح يكون فيها فرق كبير. اعتقد انه ما راح يكون في فرق اساسا، لكن الفرق راح يكون تطبيق بين البلاك بيري 10 ونظام الاندرويد. اوكي، من ناحيه الواجهه ما في فرق، لكن من ناحيه الميزات راح يكون في فرق كبير بالنسبه لتطبيق البي بي ام في نظام البلاك بيري 10 او نظام الاندرويد. طبعا من ناحيه الواجهه ما في فرق سواء على البلاك بيري 10 او على نظام الاندرويد، واعتقد انه راح يكون نفسه في نظام الاي او اس، لكن الفرق يكون في نفس الميزات. فنظام الاندرويد مقصور على عمل المكالمات او عمل الرسائل النصية، فلو نكتب حاليا رسالة نصية تشتغل على طول ما في اشكال، لكن للأسف انه ما راح تقدر تسوي مكالمات صوتية او مكالمات فيديو، على العكس من نظام البي بي او البي بي ام على نظام البلاك بيري 10. زي ما انتم شايفين الواجهة زي ما ذكرت لكم ما فيها اختلاف، فلو بنلاحظ انه لو لفينا من اليمين صارت راح تطلع القوائم هذه نفسها موجودة في البلاك بيري 10، ولو رحنا جهة اليمنى راح يكون برضو نفس القوائم في البلاك بيري 10، واعتقد انها راح تكون برضو نفسها في الاي او اس. كذلك لو تلاحظون انه في الواجهة او مقدمة او في الوسط راح يكون عندنا الكونتاكت او جهات الاتصال، فعندنا هنا المحادثات، وفي هنا الجروبات اللي متاحة عندك او اللي انت داخل فيها. طبعا تطبيق ما في اشياء كثيرة عن بلاك بيري 10، او ممكن ينقص برضو بعض المزايا زي ما ذكرت لكم انه ما راح تقدر تسوي مكالمات صوتية ومكالمات فيديو، لكن عموما اتوقع انه هذا كافي وشافي بالنسبة لنظام الاندرويد. كان معكم محمد القبلان، موقع تقني بلا حدود. في حال كنت تبغى تشوف باقي المراجعات راح تكون موجودة في الموقع. كان معكم محمد القبلان، موقع تقني بلا حدود. لا تنسوا دعمنا باللايك وبالسبسكرايب وكذلك بالشير. أشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.